وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال الدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية إن دولة الإمارات أصبحت من أبرز الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، حيث تشكل شريكا اقتصاديا مهما من خلال توفير فرص استثمارية متعددة. نرى أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت من أهم الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، وتعتمد مملكة البحرين بشكل كبير على السلع والخدمات التي تستوردها عن طريق هذا المركز التجاري الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك تشكل مملكة البحرين شريكا استراتيجيا للإمارات العربية المتحدة على الصعيد الاقتصادي، ومن خلال توفير فرص استثمارية وفرص تجارية متعددة، ولذا نتطلع للمزيد من النمو في هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.